نجم سمسم شهاب، اهلا بيك معانا، منور الدنيا كلها. الناس اللي بتقدم مهرجانات، الناس اللي بتقدم اشياء مسفه، وقلنا ان في موهوبين كتير جدا زي حضرتك بتتظلم جنب الناس دي، بتشوف الموضوع ده عامل ازاي؟ بص حضرتك، يعني هم مش بيظلمونا، لا خالص طبعا، يعني هم الناس هم قدموا لون، لقوا اللي شجعهم على اللون ده، ولقوا كمان اللي شرعن لهم المساله. بمعنى لما تلاقي منتج معين يهرول ورا حد فيهم، مش يجري ده يهرول وراه علشان يجيبوا فيلم عشان يستفيد بمشاهدات، فده منتج بيدور على الجنيه، ما بيدورش على هو يقدم ايه. لما تلاقي مطرب شعبي ليه تاريخ يروح يعمل ديو مع حد يعني ما بيغنيش، يعني او بيغني على قده يعني، او ضعيف، بس عشان يستفيد بمشاهدات الناس اللي معاه فقط علشان يبقى موجود. طب انت يبقى انت كده مش شغال علشان تقدم حاجة. احنا بنقبض فلوس، عشان ما حدش يقول يا عم انت، لا احنا بنقبض فلوس، بس بنقبض فلوس مقابل احنا بنقدم لكم كلمة حلوة، كلمة بتمس المجتمع. يعني بقدم مادة في مقابل ليها ان انا بكسب احترام حضرتك، وكمان بقدم حاجة كويسة قوي قوي قوي، وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقني يعني. لكن ان انا اجري وخلاص، فدول ما ظلمناش، لا اللي ظلمنا الاعلام الفاسد، وبمعنى الكلمه اللي ظلمنا الاعلام الفاسد ده هتزعل ناس كتير جدا. لا الفاسد بس، انا قلت الفاسد مش كل الاعلام. الفاسد فقط. ما هو يعني تقصد من بالاعلام الفاسد؟ اللي استضافهم واللي نجمهم واللي قاعد في المقدمه في الانترو يعني يعظم ده. انت يعني مش فاهم هو قدم ايه، انت بتعمل ليه، هو قدم ايه للناس؟ فهمني يعني هو قدم ايه للناس. بص انا هكون صريح معاك شويه، هتكلم في نقطتين دلوقتي انت اتكلمت فيهم. اول حاجه، الناس بتقول برضو سمسم دايما بيطلع ينتقد، وتيجي في الجانب الاخر يعني اشتغلت مع محمد رمضان في الالماني وكان عمل كل بلطجه ومع ذلك غنيت فيه، والناس بتقول ان انت ضد البلطجه ومع ذلك قدمت اغنيه في عمل مليء بالبلطجه. دي نقطة. النقطة التانية، انت اتهمت الاعلاميين اللي بيستضيفوا مؤدين المهرجانات بالاعلام الفاسد. انت كده مثلا ممكن نقول ان انت بتتهم اعلاميين كبار مثل الاعلام عمرو اديب، مثل الاعلام احمد موسى، كل دول استضافوا النجوم دي. فممكن بس نوضح برضو للناس النقطتين دول. لا انا اوضح للناس ان الناس دي فعلا الناس دي بتضر المجتمع المصري ايا كان اسمه هو مين. انا ما يفرقش معايا، انا يفرق معايا بلدي، يفرق معايا الولاد اللي طالعين، ولادك وولادي. تعال بقى كلمني عن فيلم الألماني. فيلم الألماني الغنوة اللي أنا بغنيها بتقول إيه؟ بتقول ماليش في الدنيا دي سكة، وماشي فيها على تكة، بداري القاها بالضحكة ومستني ليها نهاية. عارف التكة دي اللي هي إيه؟ أنا بتكلم عن البلطجي، مركز. تكة دي تكة المسدس أو المطوة، هو عايش فيها على تكة، واحدة من الاتنين هتموته لأنه بلطجي. فأنا بقول للناس إن نهاية البلطجة دي موت. ما طلعتش قلت ان البلطجي ده يبقى بلطجي وهتعمل فلوس، لا انا قلت لا، البلطجي ميت، البلطجي ضايع. والفيلم ذات نفسه مقدم الحاله، وفي النهايه محمد مات، اللي هو البلطجي مات في نهايه الفيلم لانه بلطجي، فالطريق اخره وحش. انا قدمت بقى الغنوه مست ناس كتير جدا ونجحت على مستوى الوطن العربي، مش مستوى مصر بس، الحمد لله رب العالمين، قبل ما تطلع مده الترند، وقبل بقى ما كان حد يحقق رقم الغنوة دي. حققت يعني أرقام مهولة الحمد لله رب العالمين، بس مش بالأرقام، لكن الغنوة ككلام ولحن وتوزيع وغناء، لا الغنوة بتقول كلمة، هو ده الموضوع. وأنا مسؤول دايما، مش مسؤول عن الصورة اللي طالعة، أنا مسؤول عن صوتي، مسؤول عن أدائي، مسؤول عن كلمتي. الصورة بتاعت المخرج، الصورة مش بتاعتي أنا، بتاعت المخرج، والحكم للجمهور.